حبيبي شلونكم؟ اول شي غلطت على شكلي وصوتي، بس والله كلش مريضة. بس حابة اقول لكم شكرا كلش هواية لكم على التريد، مع انه الفيديو ما كان قوي، مجرد كان فيديو رجعة لان سحبة شهر كامل. الفيديو الجاي كلش قوي، مصور وجاهز. تمام، هذا رابط اخر فيديو بقناتي، ايد الكل يروحون يعلقون 10 تعليقات او جديد ما تقدرون، واللي ما شافه شوفوا حطوا لايكات. عم بنزلكم الفيديو الجاي باقرب وقت، وبس احبكم. شوفوا اليوم شنو وصل لي، هاتف ريلمي الاول من نوعه، بالاخص بسعره اللي كلش كلش رخيص. تعالوا فتحه سويه. طبعا الجهاز يبدا سعره من 159 دولار، بس الجهاز اداءه كلش قوي لانه يحمل معالج سناب دراجون 680. وده يفتح، واو، او ماي جاد. طبعا كلنا نحب التصوير والكاميرا، خصوصا هسه بانتشار التيك توك والإنستغرام. هذا التليفون رح يربي لك كل طلباتك وطموحاتك بالتصوير، لأنه يحمل كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل، أنت متخيلين؟ وهم بطاريته كلش كبيرة، 5000 ملي أمبير، يعني أكثر من 8 ساعات لعب، و 116 ساعة سماع صوتيات، وأكثر من 48 ساعة اتصال، وأكثر من 20 ساعة تشنج على الواتساب. والشحن بهذا الجهاز كلش سريع، اللي هو 33 واط، وهو في شيء كلش زين بالنسبة للجهاز بهذا السعر الرخيص جدا. طبعا الجهاز حتى شكله، يعني أنا هسه فتحته، شكله كلش حلو، لونه مميز. شوفوا كاميراته شلون كبيرة، العدسة مالته. سعر هذا الجهاز مقارنة بمواصفاته فشي تحفة. وطبعا هذا الحساب الخاص بجهاز ريلمي، أنا عن نفسي كلش حبيته، أنصحكم أنتم تجربوه لأنه جهاز رخيص ويحمل مواصفات كلش عالية ويجنن، فأنصحكم بيه. وشكرا ريلمي.